البادي بيعمل حركة انفصالية وبيعمل حركة دورانية ونرسم الحركة العامة واتكلمنا على الفلوس ريليشن واتكلمنا على الاي سي مركز الظهر. النهارده هنتكلم على العجلات. العجلات احنا خدناها قبل كده لجسم بيحصل له حركة دورانية. كنا بنقدر نحسب العجلة ازاي يا باشمهندسين؟ كانت العجلة لها كام مركبة؟ ايه هما الاثنين؟ التنجنشر والنورمال. التنجنشر كانت بتساوي ايه؟ الفا ار كماجنتيود كاسكيلا او الفا كروس الار لو هنتكلم عن فكرة. طب النورمال كومبوننت اوف اكسلريشن اوميجا سكوير ار دي الكاسكيلا. طب يا فيكتور بتساوي ايه؟ سالب اوميجا سكوير في ار. نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده بس هنزود عليه حاجه. هنجيب الكروس ريليشن بس الجسم بيتحرك حركه عامه. لو انا عندي جسم بيتحرك حركه عامه وكان موجود عليه نقطه معلومه العجله المطلوب هاتلي العجله المجهوله اي بي. فالعجله المجهوله كفلوست او كاكسلريشن ريليشن هي هتساوي ببساطه زي الفلوست ريليشن بالظبط هتساوي السرعه عند نقطة معلومة زائد الألفا بتاعة الجسم مضروبة ضرب اتجاهي في المتجه ار. الار ده ايه هو؟ منين لمنين؟ المعلوم الايه رايح للمجهول يبقى ار اي بي ناقص اوميجا تربيع في الار اي دي. هي ديت الاكسلريشن ريليشن. المعادله ديت فيها كام مجهول يا باشمهندسين؟ او المعادله ديت هتقدر تديني كام معادله؟ الايكويشن ديت اقدر افكها تديني كام معادله؟ اثنين. يبقى انا عندي معادلتين في كام مجهول؟ يجي لحته المجاهيل. العجله معلومه؟ ادي مجهول. الالفا معلومه؟ ادي التاني. الاوميجا معلومه؟ يبقى انا عندي ثلاث مجاهيل في كام معادله؟ في معادلتين. ينفع احل المعادله ديت؟ فبيقول لك تقدر تخليهم معادلتين في مجهولين لو انت قدرت تجيب الاوميجا. الاوميجا دي كنا بنقدر نحسبها قبل كده عن طريق الفلوستي ريليشن او الاي سي مركز اللحظه. اذا قبل ما اطبق الاكسلريشن ريليشن في خطوه بتسبق الخطوه دي. ايه هي الخطوه؟ ان انا احسب الاوميجا. اروح احسبها بالفلوستي ريليشن ولا بالاي سي؟ دي مطروقه ليه. بس الافضل عشان المسائل بتبقى طويله تروح تطبق الاي سي. يبقى الخطوه رقم واحد عشان اقدر احسب الكلام ده عندنا ثلاث مجاهيل في اثنين معادله. دي المشكله اللي عندنا. فبيقول لك عشان تقدر تحل خطوات الحل الخطوه رقم واحد روح طبق الاي سي. منها هتقدر تجيب مين؟ الاوميجا. الخطوه رقم اثنين روح طبق الريليشن بتاعت الاكسلريشن. فالمحاضره يعتبر مش مفيش حاجه جديده فيها. احنا عندنا خلفيه عن الكلام ده. فاحنا هنتكلم دلوقتي
على حاجتين، نفكر ايه الكلام اللي كان بيتعمل. مسألة بسيطة جدا، ازاي اقدر اطبق القانون ده؟ لو انا عندي بار الناس تقعد ثابتة عشان المحاضرة هتبقى تقيلة قوي، وكل مسألة فيها فكرة، وكل فكرة هتيجي بتطبق فيها كل حاجة انت اتعلمتها، ماشي؟ اعتبروا الكلام ده زي الاستراكشر، بس الاستراكشر وانت بتستخدمه تلاقي الجسم ساكن. احنا من المرة الجاية هنتشاق، ماشي؟ هنجيب ردود الافعال، بس الجسم ماله بقى؟ بيتحرك، ماشي؟ هنقعد نلعب مع بعض شوية. فلو انا ما فهمتش المحاضرة دي كويس، اللي جاي خلاص شف، فمش عايز اسمع صوت تاني. لو انا عندي جسم زي ده، بقول لك اذا كانت الالفا بتاعته، الالفا بست والاوميجا بخمسه والزاويه دي 30 درجه والطول ده 3 متر، هات لي العجلة عند نقطة البي. الجسم بتاعنا ده بيتحرك حركة عامة ولا حركة دورانية؟ ماشي، حركة دورانية. أقدر أحسب العجلة عند نقطة البي إزاي يا باشمهندس؟ العجلة عند نقطة البي هتساوي، هو هو نفس القانون، العجلة عند المعلوم، المعلوم هي العجلة بتاعته بكام؟ صفر، ولا كأنك شايف، تمام؟ زائد الفا، ما تيجي تكتب الفا او اوميجا عشان المساله هيبقى فيها عده اجسام، بس هي الحاجات هتخش في بعضها، تكتب الفا وتحتها الجسم بتاعها. احنا شغالين على الجسم دلوقتي، جسم واحد، الفا ايه؟ كم تاني؟ ضرب اتجاهي خارج من المعلوم رايح للمجهول. عشان الحكاية بتاعتنا جسم بيتحرك حركة دورانية، أبقى خارج من مركز الدوران رايح للمجهول. مش هو ده كده الأرض؟ الأرض ده بإيه؟ بإيه دي؟ الإيه بي متجه ناقص أوميجا تربيع اليمين، الإيه بي مضروبة في المتجه إيه؟ يبقى العجلة عن نقطة دي بتساوي، نبتدي نعوض. باشمهندس عوضي، الألفا منتجة الألفا بكام؟ بالموجب ولا بالسالب؟ يبقى سالب 6 كي. ضرب اتجاهي، المتجه اي بي، ماشي؟ أنا مديك طول وزاوية، سيادتك هتحلل 3 كوزاين 30 اي زائد 3 ساين 30 جي ناقص الاوميجا بكام؟ 5 تربيع في 3 كوزاين 30 اي زائد 3 ساين 30 جي. كل اللي انا هعمله كده فوق، فك يا هندسه. نعم. عمام عليك. هندسه كيف الغايه تدينا موجب جي سالب 6؟ اف اي يديني موجب جي. ده هيساوي في عندي حاجه هنا بالاي زائد حاجه هنا بالجي. سيادتك كيف الاي ادانا ايه؟ هتدينا موجب جي يبقى 6 سالب 18 كوزاين 30. هنا 5 كيف جي؟ 5 تربيع في 3 كيف جي؟ كيف جي؟ أداة تبع الأي هنا كيف جي كام؟ كيف جي ده سالب بأي سالب أي سالب سالب يبقى موجب 18 ساين 30. خلصنا الكوز ده كله، 3 في 25 ب 75 يبقى سالب 75 كوزاين 30، وده
سالب 75 ساين 3. خمسة ما دول كيف؟ كيف ايه؟ كيف ايه بس؟ يا رب على طول كده يبقى انت مبسوط. سمعت يا دكتور لو عينها الاي بي دي كل العجله كلها المركبه اتجاه المماس وال اه ده متجه العجل فل ماشي فل بتجمع التانجنت زائد النقطه. ليه؟ عشان ده في اثبات. الاثبات ده سيادتك روح وخش على السنه اللي فاتت. حسين بيتحرك وسط الاحداثيات النصف القطبيه والنصف العربي اللي هو الار والسي. فاكرها؟ ماشي؟ هتلاقي الاشاره السالب ديت هتجيبها، عشان انت بتحاول دلوقتي من راديال من ار وسيتا بتحول لاي وشيتا. ماشي؟ فهتلاقي الاشاره السالب طلعت. وانا قلتها في اول المحاضره. يعني السالب ده ماشي؟ في مشكلة كده؟ فاستخدام القانون في مشكلة؟ تعالى بقى نروح للجد. لو أنا عندي مسألة عايزين نحلها، إيه في إيه؟ بنفك القوس المعفن ده، كيف جي؟ كيف أي؟ أدي أي جي كي. أضرب الكي في الأي، كي في الأي، موجب جي. زائد يبقى كام؟ سالب 18. طيب مسألة زي اللي على السبورة دي بيقول لي هات لي الألفا اي بي والألفا دي سي. عايز احل المسألة. باجي احل المسألة أول خطوة كنا بنعملها قبل كده إيه يا باشمهندس؟ عدد الأجسام صح؟ الحمد لله. عندي جسم اسمه إي بي وجسم اسمه بي سي وجسم اسمه بي سي. نوع الحركة الإي بي البي سي البي سي نقدر نستخدم الفيلوسيتي ريليشن ونقدر نستخدم الاي سي ونقدر نستخدم الاكسلريشن ريليشن لجسم بيتحرك حركه عامه. المطلوب عندي دلوقتي يا باشمهندسين ايه المطلوب؟ عايز اجيب الالفا للاي بي والالفا للسي دي. اجيبهم ازاي؟ لقيت في الفاظ عايزين نجيبها، يعني هنستخدم هنجيب عجلات. الخطوه رقم واحد ايه؟ اشتغل الاي سي. الخطوه رقم واحد ايه؟ الاي سي. عن طريق الاي سي نجيب منه ايه؟ الاوميجا. يبقى انا قبل ما اخش على حوار العجلات نخش على الشيت اللي انتوا المفروض حليته عن طريق استخدام المركز اللحظي الاي سي. الاي سي اقدر اجيبه لاي جسم يا باشمهندسين. حركه حركه جسم استخدمه لاي جسم. جسم بيتحرك حركه عامه. اجيب الاي سي للجسم بيتحرك حركه عامه ازاي؟ نحدد له قلت لك هو قايل عليه ازاي؟ بحدد نقطتين على الجسم باشمهندس. بحدد نقطتين على الجسم. بحدد له قلت لك هو بجيب نقطتين واقعيين عليه اعرف مقدار السرعه واتجاهاتها. فالبار بي سي معلوم عليه نقطتين بي وسي اقدر اجيب السرعه واتجاهها. نقطه بي واقعه على جسم بيعمل حركه عامه وعلى جسم بيعمل حركه دورانيه. فعن طريق الجسم اللي بيعمل حركه دورانيه ماشي بعمل ايه؟ كنت بعمل ايه؟ لازم توصل المومنت. انا سهلتها لك بس تبقى انت فاهم. تبقى انت فاهم. اتجاه السرعه طول عمرها هتبقى اتجاه المماس. فانا عندي البار ده
اكيد هيلف سواء يمين او شمال مش هيفرق معايا. تمام؟ وهياخد المسار ده. مسار ده. صح؟ سيادتك السرعة قلنا بنرسمها في اتجاه مين؟ طول عمر السرعة في اتجاه مين؟ المماس. فادي سيادتك المماس. رسمنا المماس. بعدها هاجي اعمل عمود. ماشي؟ فالعمود هيبقى في اتجاه مين؟ الباص. ايه؟ فعشان كده ريحنا دماغنا وقلنا لو نقطة وقعت على روتيشن وصلها بمركز دورانها ومدها. تمام؟ فنفس الكلام ادي نقطة بي وقع على جسم بيعمل روتيشن فوصلها بمركز دورانها ومد. وصلتها بمركز دورانها ومدتها. حاضر. ادي مدتها. نقطة سي وقع على جسم بيعمل حركة عامة والناحية التانية على جسم بيعمل روتيشن. أعمل إيه؟ أوصلها لمركز الروتيشن ومد. الاثنين تلاقوا فينا حتة باشمهندسين عند نقطة إيه؟ فأصبحت نقطة إيه هي مركز دوران مين؟ مركز دوران الجسم إي بي ومركز دوران أو المركز اللحظي للدوران في الجسم بي سي. تمام؟ فيبقى نقطة إيه؟ هستخدمها مرتين. هتبقى مركز لحظي للبي سي ومركز دوران للاي بي. فعشان كده قبل ما بخش أجيب العجلات لازم أنا أروح أجيب الأوميجا الأجسام اللي عندي. فسيادتك دلوقتي نبقى منظمين كل حاجه روح احسبها مرتين. تمام؟ انا دلوقتي يا باشمهندسين اقدر احسب السرعه لنقطه بي كم مره؟ مرتين. مره عن طريق الجسم اي بي ومره عن طريق الجسم بي سي. تمام؟ فانا دلوقتي الجسم اي بي السرعة عند نقطة البي بتساوي ايه؟ السرعة كانت بتساوي ايه؟ أوميجا لمين؟ أوميجا الأي بي مضروبة الأر، إيه هي الأر؟ الأي يبقى ده هيساوي أوميجا بكام؟ مش عارف؟ الأر بكام؟ تلاتة. نفس الكلام هروح احسب البي سي السرعة عند نقطة البي بتساوي هتساوي أوميجا يمين بي سي في الآر اللي هي بكام؟ تلاتة برضه ليه؟ يبقى هتساوي الأوميجا بكام؟ باتنين في الاي بي بثلاثة يبقى ده بستة. إذا من معادلة واحد والمعادلة اثنين يبقى الأوميجا اي بي هتديني كام؟ فيها مشكلة كده؟ نفس الكلام أروح أحسب الأوميجا لمين؟ يبقى للدي سي السرعة عند نقطة السي بكام؟ باشمهندس السرعة عند نقطة السي من الجسم دي سي هتساوي إيه؟ هتساوي أوميجا؟ أيوة يا باشمهندس أنت ها؟ أوميجا دي سي في دي سي اللي هو هيساوي اوميجا دي سي مجهوله في دي سي ثلاثة. هروح احسبها كمان مره من الجسم بي سي. البي سي بتساوي ايه؟ اوميجا دي سي اوميجا بي سي مضروبه في الار. الار هو المسافه من المركز اللحظي للنقطه.
المسافه بكام؟ من اي سي اللي هو هيساوي اوميجا بي سي مضروبه باربعه. انا حسبت الاوميجا الاوميجا بي سي احنا جبناها باثنين يبقى 2 في 4 ب 8. دي المعادله رقم 3 ودي المعادله رقم 4. فروم 3 و4 يبقى الاوميجا دي سي كام؟ 8 على 3. في مشكله كده؟ دلوقتي في مشكلة؟ ده الشيت الثاني. الخطوة رقم 2 ايه يا باشمهندسين؟ أطبق الأكسلريشن ريليشن ما بين مين ومين؟ ما بين مين ومين؟ ما بين مين ومين؟ البي والسي. هعتبر مين معلوم ومين مجهول، هتفرق معايا؟ مش هتفرق معايا حاجه. فنكمل الحل بتاعنا. انا كل حاجه عندي بحسبها كام مره يا باشمهندسين؟ مرتين. فالعجله عند نقطه البي هتساوي العجله عند نقطه السي زائد ايه يا باشمهندس؟ زائد ايه؟ في صوت زائد اوميجا مين؟ انا شغال على الجسم في سي زائد الالفا لمين؟ الفا بي سي ضرب اتجاهي من المعلوم للمجهول يبقى سي دي متجه ناقص اوميجا تربيع لمين؟ اوميجا تربيع لمين؟ دي البي سي مضروبه في السي دي متجه. العجله عند نقطه البي هتساوي العجله عند نقطه السي زائد الالفا دي سي بايه يا باشمهندس؟ 5. وبالتالي في المساله بكام؟ 5 يبقى بمين؟ 5 جي ضرب اتجاه سي بي المتجه سي بي خارج من السي رايح للبي هيساوي ايه؟ سالب 4 اي و3 جي سالب 4 اي زائد 3 جي ناقص الاوميجا بي سي تربيع بكام؟ 2 تربيع في سالب 4 اي زائد 3 جي يبقى المتجه اي بي كيف الاي دي كام؟ كيف الاي دي كام؟ يبقى انا في هنا عندي حاجتين، واحده في الاي زائد حاجه في الجي. كيف الاي؟ كيف الاي؟ بموجب جي. بموجب جي يبقى سالب 20. وهنا كيف الجي؟ سالب 15. يبقى سالب 15. 2 في 2 ب 4. 4 في 4 ب 16. نفس الكلام 4 هنا ب 12. في هنا مشكلة؟ العكس يا باشمهندس. نعم. طب قول. كيف الاي بي كام؟ كيف الاي بي كام؟ كيف الاي بي جاي؟ حلو. حطيناها هنا. 5 في 4 بكام؟ اللي هو 2 تربيع. دي 2 تربيع؟ 2 تربيع ب 4، 4 في 4 ب 16 اه.
سكيلر اوميجا كاما سكيلر انا شفيه يبقى من هنا العجلة عند نقطة B تساوي العجلة عند نقطة C زائد R ناقص 32 J. انا عندي دلوقتي نقط اتصال من جسم بيتحرك حركه عامه وجسم بيتحرك حركه دورانيه صح؟ بقدر احسب العجله دي هي دي ستار اقدر احسب من الجسم اي بي تقدر تجيب لي العجله عند نقطه بي صح؟ بكام؟ العجلة عند نقطة البي من الجسم اي بي الجسم اي بي ده بيتحرك حركة دورانية الناس اللي ورا معانا فده هيساوي ايه؟ الفا فار الفا لمين؟ الفا اي بي ضرب اتجاه الار ايه هو الار؟ خارج من معلوم مجهول ايه هو الار؟ من مركز الدوران للنقطة اللي هو الاي دي ناقص اوميجا تربيع مين؟ الاي بي الاي بي في المتجه اي بي تعال نشوف المعادلة دي هتوصل لي لايه؟ الفا اي دي معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة مجهولة افرضها في اتجاه مين؟ تمام؟ هتساوي الفا اي بي اتجاه ال كي ضرب اتجاه المتجه اي بي بيساوي ايه؟ 3 جي 3 جي ناقص اوميجا تربيع اي بي انتهى قبل كده 2 تربيع في 3 جي يبقى المتجه بتاع العجل عند نقطه البي كيف الجي بكام؟ كي في جي سالب 3 الفا اي بي في اتجاه الارض هنا ناقص 12 جي نحفظ دي هي المعادله رقم 2 في المعادله رقم 2 بقى 3 4 دي 5 دي 6 هل دلوقتي في مشكلة؟ دكتور نعم هو ازاي طبقات القانون ده وتقعد تحرك حاجة دورانية وما تحركش حركة عامة؟ ازاي؟ جسم ايه؟ ايه السؤال عشان اجاوب؟ القانون اللي انا كتبته دوت اه شبه طبقات يكون الجسم بيتحرك حركة عامة؟ لا بص يا باشمهندس الجسم اللي بيتحرك حركة عامة هو الجسم اللي بيتحرك حركة دورانية بس ضابط له ترم خاص بالحركة الانتقالية صح؟ فاذا ده انت مقتنع بيه خلاص شيل منه الترم الحركه الانتقاليه اللي هي العجله فيها مشكله كده؟ نفس الكلام عايز اجيب العجله بتاعت عند نقطه السي اقدر احسبها من اي جسم؟ اقدر احسبها منين؟ انا شغال على الجسم دي سي العجله عند نقطه السي قول لي انت يا برنس بقى عايز اجيب العجله عند نقطه السي بنحسبها مرتين مره على الجسم اللي بيعمل حركه عامه واديني حسبتها ومره ثانيه من الجسم اللي بيعمل حركه دورانيه يبقى انا شغال على الجسم دي سي يبقى العجله على نقطه السي هتساوي الفا دي سي الفا لمين؟ الفا دي سي الفا دي سي ضرب اتجاهي ضرب اتجاهي المتجه اللي هو خارج من مركز الدوران رايح للنقطه اللي هو المتجه دي سي ناقص اوميجا تربيع دي سي
مضروبة في المنتجه دي سي، يبقى يسال الفا دي سي انا عارفها افرضها باتجاه الموجب اللي هي الفا دي سي كي ضرب اتجاه المنتجه دي سي بيساوي ايه يا باشمهندس؟ المنتجه دي سي بيساوي 3 ناقص اوميجا دي سي انا حسبتها بكام؟ 8 على 3 تربيع في 3 ار، يبقى ده بيساوي 8 في 8 ب 64، 64 على ال 3 صح؟ اتجاه الاي بإشارة ثانية. ايه في الاي بكام؟ ايه في الاي بكام؟ جي، يبقى زائد 3 الفا بي سي اتجاه الجي، ادي منتجها اي سي. معادلة رقم 7. ايه رايكم يا باشمهندسين نعوض بالمعادله 6 و7 في 5؟ يبقى سالب في صوت ليه يا باشمهندسين؟ يبقى سالب 3 الفا اي بي اتجاه الاي ناقص 12 جي بيساوي الاي سي سالب 64 على 3 اي زائد 3 الفا دي سي زائد اي ناقص 32 جي. ايه رايكم يا باشمهندسين المعادله دي فيها كم مجهول؟ مين عيد المجاهيل؟ الفا اي بي والفا دي سي. عندي مجهولين في كم معادله؟ في كم معادله؟ في معادلتين. ايه هي المعادله الاولانيه؟ ان دايركشن الاي من هنا سالب 3 الفا اي بي بتساوي سالب 64 على 3 زائد 1 في دايركشن الجي سالب 12 بتساوي 3 الفا دي سي، 3 الفا دي سي دي في اتجاه الجي ناقص 32. يبقى انا عندي كام معادله كده؟ معادلتين في مجهولين من هنا. اذا الفا بي سي هتساوي وديها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره 20، يبقى 20 على 3 من هنا الالفا اي بي هتساوي كام؟ ادي 3 61 سالب 61 على 9 صح يا باشمهندسين؟ في مشكلة كده يا باشمهندسين؟ Thank you.
كده يا باشمهندس الهاني. ما في علاقه طرديه ما بين الميكانيكا والعفريت. ماشي؟ الشيطان. علاقه طرديه. اشتغل ميكانيكا، الشيطان يشتغل عليه وافكار غريبه. وانا وصلت الدكتور اللي بيدي ميكانيكا اسمه الشيطان. اصحى معايا. مش في كده الشيطان. دلوقتي لو انا عندي ترسين متلامسين زي الموجود على الصفوره ده. كنت عايز اجيب الالفا والار، الفا 2 وأوميجا 2. ماشي، كنا بنعمل ايه يا باشمهندسين؟ كنت بتعملوها يا باشمهندسين؟ اوميجا 1 ار 1 تساوي اوميجا 2 ار 2، من هنا 2 في 4 بتساوي اوميجا 2 في 2، من هنا اوميجا 2 سيادتك جبتها بكام؟ 4. نفس الكلام الفا 1 ار 1 بتساوي الفا 2 ار 2، 3 في 4 بتساوي الفا 2 في 2 هتساوي الفا 2 بتساوي 6. صح يا باشمهندسين؟ مش ده اللي احنا كنا بنعمله؟ كنا بنخلص حل المساله. طب الكلام ده جه منين يا باشمهندسين؟ دلوقتي في نقطه تماس، في نقطه التماس ما بين الجسمين. هي النقطه دي برضه هي ديت نقطة سي. نقطة سي ديت ماشي هي نقطة تماس. أقدر أحسب عندها السرعة والعجلة. بالنسبة للسرعة عندي السرعة طول عمرها في أي اتجاه؟ المماس. اتجاه المماس. فين اتجاه المماس؟ ده كده اتجاه المماس أهو. سواء نازل لتحت أو طالع لفوق مش هتفرق معايا حاجة. تمام؟ فاقدر احسب السرعه بنقطه سي هتساوي لو حسبتها من الديسك الشمال هتساوي ايه؟ العجله السرعه اللي ماسكها بتساوي ايه؟ السرعه كانت بتساوي ايه؟ اوميجا في ار. تمام؟ اوميجا في 2 وار ب 4 يبقى 2 في 4 هيساوي 8. طب لو حسبتها من الديسك الثاني ده، لو حسبتها من الديسك الثاني ده اوميجا 2 بكام؟ أربعة. الأر بكام؟ اتنين. الناتج بكام؟ يبقى فعلا من يمين يديني الشمال زي ما هو مفيش فيه مشكلة. تمام؟ تعالى نروح للعجلة. بالنسبة للعجلة أنا عندي كام مركبة للعجلة على نقطة سي؟ اتنين. واحدة ممسية والتانية؟ بالنسبة للممسية الـ A تانجن عند نقطة سي بتساوي ألفا فار. العجلة الممسكة بتساوي إيه؟ ألفا اتنين. ألفا اتنين؟ ألفا فار. يبقى ألفا واحد في تلاتة في الآر بأربعة بيساوي 12. أجي أحسبها من الديسك التاني. أجي أحسبها من الديسك التاني عبارة عن الألفا بستة. الآر باتنين الناتج بكام؟ ب 12. إذا أصل العجلة الممسية تساوت من يمين وشمال. تمام؟ في مشكلة كده؟ طب العجلة النورمال على نقطة سي. العجلة النورمال كانت بتساوي إيه؟ أوميجا سكوير. أوميجا سكوير. تمام؟ أوميجا سكوير مضروبة في مين؟ في أر. أجي أحسبها من الجسم اليمين. العجلة النورمال طول عمرها رايحة لاتجاه مين؟ اتجاه مين؟ المغرب. يبقى ده كده اتجاه العجله النورمال عند نقطه سي. تمام؟ دي هتساوي ايه يا باشمهندس؟ اوميجا تربيع 2 مضروبه في مين؟ ار 2. 2 يبقى هيتساوي كام؟ 16 في 32. من الناحيه الثانيه يبقى اوميجا 1 تربيع في 4 هتساوي 4 في 4 بكام؟ 16. هل تساوي؟ يبقى ملخص الكلام، ملخص الكلام سيادتك عند نقطة التماس ايه اللي بيتساوي؟ السرعة والعجلة. السرعات والعجلات الممسية يبقى لهم نفس المقدار ونفس الاتجاه.
بالنسبه للعجله العموديه. مثلا الجسم اليمين جبناها ب 32 وماشيه في الاتجاه الموجب. في الناحيه الثانيه بروح برضه للمركز ويبقى قيمتها بكام؟ 16. تمام؟ فاللي بيختلف ايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ بيختلف مين؟ العجله العموديه. يبقى كل جسم عند النقطه دي لا تساوى مركبات العجلات العموديه. دي حاجه مهمه وهنستخدمها كتير في الحل. في مشكله كده؟ طيب تاني حاجه، لو انا عندي جسم كان بيتحرك على كيرف، السرعه هتبقى في اي اتجاه؟ لو عندي جسم بيتحرك على كيرف السرعه هتبقى في اي اتجاه؟ اتجاه المماس الكيرف، صح؟ العجله هيبقى لها كام مركبه؟ اثنين. واحده في اتجاه واحده في اتجاه. خلاص متفقين على كده؟ ناخد بقى مساله. بص يا باشمهندس، انا عندي كام جسم؟ عندي جسم اي بي بيعمل حركه دورانيه، عندي جسم بي سي حركه عمود، في عندي رينج ماشي. ايا كان بقى متثبته ازاي مش هتفرق معايا دلوقتي. جوه الرينج ايه اللي بيتحرك؟ نقطه سي، نقطه الاتصال ماشي. يبقى عند نقطه سي بتتحرك حركه نوعها انتقاليه ولا دورانيه ولا عامه؟ ها؟ نقطه سي؟ ها؟ نقطه سي انتقاليه. انتقاليه؟ نوعها انتقاليه خطيه ولا كيرفلينيه؟ كيرفلينيه. الله، يبقى احنا كده ابتدينا ندخل كل حاجه في بعضها. تمام؟ كان صح ولا غلط؟ شويه. عايز احل المساله دي، كل المطلوب عندي في المساله عايز اجيب العجله من نقطه سي. عشان اجيب العجله. ماشي؟ اول خطوه كنا بنعملها ايه؟ هات الاوبن. حدد عدد الاجسام. ادي اي بي وعندي بي سي وعندي الرين. الاي بي والبي سي جنرال وهنا ترانسليشن بس كالفلينج. صح؟ الجبن عندي ايه في المسألة؟ ألفا وأوميجا للجسم اللي بيعمل حركة دورانية. عشان أجيب العجلة عند نقطة سي ممكن أحسبها كام مرة؟ مرتين. مرة عن طريق الجسم اللي بيعمل حركة انتقالية، أو ممكن مرة من الجسم اللي بيعمل حركة عامة. طب أجيبها إزاي من الجسم اللي بيتحرك حركة عامة؟ عن طريق تنسيبها لعجله ثانيه. طب العجله الثانيه نجيبها ازاي؟ عن طريق الجسم اللي بيتحرك حركه دورانيه. فكله دخل في قلب بعض. عايزين نحل. الخطوه رقم واحد يا باشمهندسين ايه؟ ها؟ الخطوه رقم واحد بيستخدم مركز اللحظه. ليه؟ عشان اجيب الالفا والاوميجا، الاوميجا اجيب الاوميجا للاجسام اللي موجوده في المساله اللي انا هستخدمها في الحل. تمام؟ نيجي نشغل دماغنا. انا عشان اجيب العجله عند نقطه سي ممكن نحسبها عن طريق الجسم اللي بيتحرك حركه انتقاليه، او عن طريق الجسم اللي بيتحرك حركه عامه. عشان اجيب العجله عن طريق الجسم اللي بيتحرك حركه عامه، لا لازم اكون عارف العجله عند نقطه البي. تمام؟ طب البار ده انا عارف الالفا والاوميجا بتاعته، يبقى انا عايز اجيب الاوميجا بتاعتها. تمام؟ طيب عشان اجيب العجله عند نقطه البي اروح اجيب استخدم البار اي بي اللي بيتحرك حركه دورانيه، الاقي الالفا والاوميجا بتاعته معلومه. يبقى انا دلوقتي كل اللي انا هعمله هجيب اوميجا لمين؟ اوميجا لمين؟ بي سي. بي سي. طب اجيب اوميجا لبي سي ازاي؟ عن طريق مركز اللحظه. طب نجيبه ازاي يا باشمهندسين؟ اروح لنقطتين واقعين عليه، عارف اتجاه السرعه ومقدارها واتجاهها. ماشي؟ فالجسم اللي بيتحرك حركه عامه جنرال. جسم بي سي عند نقطة السي عارف اتجاه السرعة ولا لا؟ في أي اتجاه؟ مماس. حركة اتجاه المماس لفوق ولا لتحت؟ هتفرق معايا؟ هعمل عمودي على مين؟
ادي انا عملت اهو المماس ده الفي عند نقطه السي سواء لفوق او لتحت على حسب تمام ما يهمنيش برضه هي عامل عمودي على المماس عملت عمودي على المماس تمام اجي عند نقطه البي الاقي نقطه بي واقع على جسم بيعمل حركه عامه وجسم بيتحرك حركه دورميه بنعمل ايه يا باشمهندسين وصل لمركز الدوران ومد وصل ومد وصلت ومديت الاثنين طلعوا عند نقطه بي فاصبحت نقطه ايه هي مركزين مركز دوران ثابت للجسم اي بي ومركز دوران لحظي للجسم سي سي صح يبقى هو ده الاي سي يبقى انا عن طريق حدد الاي سي هقدر اجيب الاوميجا بتاعه الجسم بي سي نجيب فاحنا عند نقطه الاتصال اروح احسبها كم مره مرتين نقطه بي اقدر احسب السرعه عندها من الجسم اي بي الفي دي بكام؟ الفي دي بكام؟ بكام يا باشمهندس اللي كنت نايم؟ اوميجا لمين؟ اوميجا ايه؟ اوميجا للاي دي مضروبه في الار اللي هي الاي دي يبقى هتساوي 4 في 4 هتساوي 16 نفس الكلام احسب برضه عند نقطه البي بس من البار بي سي البي بي من البار بي سي فين مركزه اللحظي هي نقطه الايه برضه السرعه عند نقطه البي كام اوميجا البي سي اللي انا مش عارفها مضروبه في المسافه ما بين الاي سي والنقطه اللي هي باربعه برضه من المعادله رقم واحد والمعادلة رقم اثنين واحد واثنين نقدر نجيب الاوميجا بي سي الاقيها بكام؟ باربعة الحمد لله على السلامة فيها مشكلة كده؟ كده انا جبت الاوميجا بي سي معلش هنكمل برضه ايه رأيكم عايز اجيب السرعة عند نقطة السي؟ الفي عند نقطة السي اقدر احسبها من الجسم اللي بيتحرك على كيرف او من البار بي سي اللي بيتحرك حركة عامة انهي الاسهل لي؟ بي سي الفي سي بتساوي ايه؟ اوميجا بي سي في المسافة اللي هي الار ما بين المركز اللحظي والنقط اللي هي بكام؟ ثلاثة هو اداها لي؟ لا بس اديني شوية جمل يبقى هيتساوي 12 حسبناها اهو الحمد لله دي المعادله رقم 3 سيادتك دلوقتي عشان تجيب العجله عند نقطه السي تعالى يا محمد تعالى انا عايز احسب العجله عند نقطه السي نقطه السي ديت واقعه على جسم بيتحرك حركه عامه اللي هو جسم بي سي فالعجله عند نقطه السي بتساوي ايه؟ العجله عند نقطه السي هتساوي العجلة عند نقطة البي زائد ألفا لمين؟ ألفا الجسم بيتحرك حركة عامة بي سي ضرب اتجاه من المعلوم للمجهول بي سي ناقص أوميجا تربيع لمين؟ بي سي المتجه بي سي الأي سي أنا ما أعرفهاش لسه العجلة أي بي العجلة اي بي في عندي مشكلة فيها ننزلها بس دلوقتي ونشوف الدنيا بتاعتها زائد الفا بي سي عندي
افرضها في الاتجاه الفا بي سي كي ضرب اتجاه البي سي من بي رايح لسي هو ده كده المكتفي مركبات وهي باشمهندس سي ها 3 اي سالب 4 يبقى 3 اي ناقص 4 جي ناقص الاوميجا بي سي جبتها بكام؟ ب 4 اللي هي ب 16 في 3 اي ناقص 4 جي نختصر الليله ادي الاي سي هتساوي الاي بي زائد قوسين باشمهندس فين الباشمهندس؟ فك بقى كنت قاعد نفس فاكر ماشي يا معلم
الاي نورمال بتساوي ايه؟ العجله المماسيه العجله العموديه كانت بتساوي ايه؟ احنا بنحسبها من الجسم بيتحرك في سكوير لمين؟ السي صح؟ يبقى ده هيتساوي في سكوير لسي على الار اتجاه الار زائد الاي تانجنت اللي انا مش عارفها الفي سكوير البي سي السرعه نقطه السي مش حسبناها؟ حسبناها ولا ما حسبناهاش؟ حسبناها؟ ماشي يبقى دي بتساوي 12 تربيع على الار في الكيرف بكام؟ 4 اتجاه الار زائد الاي تانجنت جي نيجي نعوض ونشوف هنوصل لايه؟ العجله عند نقطه السي ده كام مرتبه؟ 12 تربيع ب 144 على 4 فيها 36 صح؟ ولا كام؟ 36 ار زائد الاي تانجنت جي بتساوي 32 ار ناقص 64 جي زائد 4 الفا بي سي ناقص 48 ده كله ار زائد 3 الفا بي سي زائد 64 جي كل اللي انا هعمله ايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ هساوي الدايركشن اللي في اتجاه الاي اتجاه الار الاي بيساوي الار يبقى 36 بتساوي 32 زائد 4 ماشي الفا بي سي ناقص 48 الجي هيساوي الجي يبقى الاي تانجنت بتساوي سالب 64 زائد 3 الفا بي سي زائد 64 من المعادله الاولانيه يا باشمهندسين نقدر نحسب الالفا بي سي يطلع لي بكام؟ يطلع لي 12 اعوض بقيمه الفا بي سي اقدر احسب الاي تانجنت الاقيها ب 30 يا مش كده؟ ها كده احنا دخلنا ايه؟ دخلنا الحركه الانتقاليه مع الحركه الدورانيه مع الحركه العامله كام يا باشمهندس؟ 36 ماشي هو رقم يطلع لك رقم صح بقى غلط انت عوض بيت الاي سي زي ما قلنا فوق 13 ماشي زي ما انتم شايفين لحد دلوقتي في مشكلة؟ لحد دلوقتي في مشكلة؟ طيب آخر مسألة. نعم. إيه؟ بص يا باشمهندس سيادتك لو فاهم هتقدر تحل مش فاهم تركن على جنب ماشي المساله اللي عندي دي مساله محترمه جدا دي عباره عن كام جسم اي مساله لما نيجي نحلها نشوف عدد الاجسام ونشوف نوع الحركه على كل جسم عندي كام جسم ايه هما الثلاثه جسم جسم ايه وي روح دي اي وليس دي نوع الحركه على كل واحد ايه؟ ديسك ايه؟ روتيشن نوع الحركه اللي عليه ايه؟ روتيشن روتيشن ليه روتيشن؟ عشان متثبت كمان حوالين نلف حوالين نقطه ايه؟ ثابت في نقطه ثابته عليه؟ اه طيب الرد ايه دي؟ دي ايه؟ روتيشن نوع الحركه؟ روتيشن الاخير جنرال الديسك
دي نوع الحركه بتاعته جنرال حوالين نقطه ثابته وقع عليه لا ماشي يبقى نوع الحركه جنرال ده بس كده بيقول لي لو كان الديسك ركز بقى في كل كلمه لو كان الديسك ايه بيلف بكونستانت انجلر فلوستي قيمتها 5 قايل لي ان السرعه اللي بيتحرك بيها الديسك ايه سرعه مالها سرعه زاويه ثابته معنى كده ان الالفا للديسك ده بيساوي ايه رد عليا يبقى كل جمله نستفاد بيها يبقى الفا ايه كمان بيساوي زيرو الديسك بيلف بسرعه زاويه ثابته فمعنى كده ان العجله الزاويه بكام؟ بزيرو يبقى انا عندي دلوقتي الديسك ده وهو بيلف حوالين المركز دي بيعمل ايه يا باشمهندس؟ بيلف في عكس عطار بيلف كده تمام؟ المفروض الديسك ده يلف في اي اتجاه؟ نعم صح؟ اللي حاصل في عندي اداه توصيل ثانيه من مركز الديسك اللي هو الرد دي اي بيلف هو الاخر مع عقارب الساعه فبيخليني الديسك ماشي هيلف مع عقارب الساعه المحصلة هتبقى مع أو عكس الله أعلم أنا معرفش أنا عندي كأننا بنحل سوبر بوزيشن من غير الرد ده بيلف عكس عقارب الساعة يبقى ده يلف مع عقارب الساعة طيب من غير الديسك وفي وجود الرد ده بيلف والتاني هيلف تمام طيب السؤال بقى تاني نقطة الاتصال ما بين الاثنين ديسك نقطة ثابتة ماشي ولا متغيرة؟ متغيرة تمام؟ حركة عادية عايز أحل المسألة دي فإحنا كنا بنيجي نحل الخطوة رقم واحد كنا بنجيب إيه؟ كنا بنجيب مين؟ أي سي مين؟ الجسم اللي بيتحرك حركة عامة، فين الجسم اللي بيتحرك حركة عامة؟ ده صح؟ هاته برضه عشان أحدد الأي سي كان لازما أجيب إيه يا باشمهندس؟ أجيب نقطتين عليا عارف مقدار واتجاه السرعة صح؟ فين النقطتين الموجودين عليا؟ دي ونقطة التلامس دي ونقطة التلامس نقطة الإي نقطة التماس ونقطة التماس هنسمي نقطة التماس سي صح؟ هل أقدر أحسب السرعات عليهم؟ ردوا عليا أيوه نحسبها إزاي؟ نقطة الإي وقع على جسم بيتحرك حركة عامة ومتصلة بجسم بيتحرك حركة إذا أنا أقدر أحسبها كم مرة؟ مرتين بالأول هنحسبها عن طريق الرد دي إي السرعة من الرد دي إي هتساوي إيه يا باشمهندس؟ هتساوي يا عبد الرحمن أوميجا دي إي في الآر اللي هو الدي إي هيساوي اوميجا بكام؟ في الدي اي بكام؟ بنص يبقى الناتج بخمسة تمام؟ اذا عند نقطة الاي انا عارف مقدار السرعة بكام؟ بخمسة اي اتجاه السرعة دي سرعة ايه يا باشمهندسين؟ تماسية ولا عمودية؟ ماشي؟ مماسية فين هو المماس؟ كأن انا رسمت
ضيق وعملت مماس ماشي، فالمماس عمودي على قص القطب اللي هو الدي اي، فانا عندي نصف القطب هو الواصل ما بين الدي والمماس ونقطه الدي، صح؟ هو ده المماس، هو ده نصف القطب، هعمل عليه عمود ثم القياس نفسه، القيمه دي بخمسه، فيها مشكله؟ حلو. ناقص احسب السرعه عند نقطه مين؟ السي. نقطه السي ديت نقطه تماس يا باشمهندس يا دينايه ما بين مين ومين؟ ديسك 1 ما بين الديسك A والديسك B. اما اجي احسبها احسبها من الديسك الايه؟ تتحرك حركه روحها دورانيه، يبقى الديسك الايه؟ السرعة نقطة السي بتساوي ايه يا باشمهندس؟ اوميجا فور. اوميجا لمين؟ اوميجا ديسك اللي هي اوميجا ايه؟ مضروبة الارض كام؟ 3 من 10 هيساوي الاوميجا ايه بكام؟ 5 في 3 من 10 هيساوي 1.5. اذا مقدار السرعة عند نقطة سي بتساوي ايه؟ 1.5 في أي اتجاه؟ اتجاه عمودي على أو في اتجاه المماس، مش السرعة عند النقطة ديت هي في اتجاه المماس؟ لفوق ولا لتحت؟ لفوق ولا لتحت؟ ده بيلف كده، فاتجاه السرعة في اتجاه المماس. ماشي؟ قيمتها كام يا باشمهندسين؟ 1.5 ليه انا عملت الخمسه في الاتجاه ده؟ عشان ايه؟ الرد بيتحرك بسرعه زاويه في اتجاه عقارب الساعه، صح كده؟ كل اللي انا هعمله دلوقتي يا باشمهندسين اعمل ايه؟ اوصل نهايات السرعات. الاتنين تناقض هندسه في اي نقطه؟ نقطه مين؟ الاي سي. الاي سي ده خاص بمين يا باشمهندس؟ يا باشمهندس الاي سي ده خاص بمين؟ الجسم اللي بيتحرك حركه عمد، صح؟ الجسم اللي بيتحرك حركه عمد. طيب عظيمه يا مصر، عايز احدد الاي سي، عايز احدد الاي سي ببساطة. لو أنا عايز أحسب السرعة عند نقطة الـ E باستخدام الـ I-C، المسافة دي نفرضها، المسافة دي نفرضها بكام؟ بـD، صح؟ يبقى المسافة دي بكام؟ 2 من 10 ناقص دي، 2 من 10 ناقص دي، صح؟ في هنا نقطة دي؟ اه اس حلو، اس اس تمام كده؟ فانا اقدر احسب عند الديسك بي، اقدر احسب السرعه عند نقطه الاي باستخدام المركز اللحظي، هيساوي ايه؟ اوميجا بي في اس، صح؟ واقدر احسب السرعه سي، السرعه سي هتساوي ايه؟ اوميجا بي برضو في 2 من 10 ناقص اس، صح كده يا باشمهندسين؟ طيب من المعادله رقم 1 والمعادله رقم 2 مش البي اي كده هتساوي كام يا باشمهندسين؟ 5. والبي سي من استخدام المعادله رقم 2 هتساوي كام؟ 1.5. اقدر اقسم المعادله 3 على المعادله 4، نقدر نقسمهم على بعض؟ هيديني اس على 2 من 10 ناقص اس بتساوي 5 على 1.5، طرفين في وسطين اجيب قيمه الاس، الاقي ان الاس بكام؟ ب1 على 6.5،
كده انا حددت المركز اللحظي. كده انا حددت المركز اللحظي. اقدر اعوض بالمعادله رقم 5. اقول له عوضني بالمعادله 5 انتو ايكويشن رقم 3 او رقم 4. اقدر اجيب الاوميجا دي بتساوي 5 على الاس اللي هي هتساوي 32.5. انا لحد دلوقتي ما ابتديتش احل. احنا بنسخن. لسه مش قوي. كده انا حققت الخطوه رقم 1. الجسم اللي بيتحرك حركه عامه حددت له الاي سي وجبت الاوميجا بتاعت الجسم. مهدت للحرب. انا عايز اجيب الالفا دي. واقدر اجيب سرعتين واقعين عليه. اقدر اجيب عجلتين واقفين عليه. العجله ايه والعجله مين؟ والعجله مين؟ طيب اقدر اجيب العجله ايه؟ العجله عندي نقطه ايه؟ ممكن اجيبها بدلاله مين يا باشمهندس؟ اقدر اجيب معلش العجله سي بدلاله الاي هتساوي ايه؟ يبقى ايه؟ اقدر اطبق الاكسلريشن ريليشن على الجسم اللي بيتحرك حركه عامه. اقدر اجيب عجله بمعلوميه عجله ثانيه. فانا مش عارف قيمه العجله عند نقطه السي او عند نقطه الاي، فنسب مين بالنسبه لمين مش عارف. فالعجله عند نقطه السي هتساوي العجله عند نقطه الاي زائد الفا. الفا لمين؟ البي. ضرب اتجاه المتجه المتجه مين؟ اي سي ناقص اوميجا لمين؟ اوميجا للبي. عشان كده انا حسبتها مضروبه في المتجه الاي سي. ده هيساوي الاي سي هتساوي العجله عند نقطه الاي زائد الالفا عند نقطة البي انا عارفها نفرضها في اتجاه الموجب يبقى الفا في اتجاه الكي ضرب اتجاه المتجه اي سي. المتجه الاي سي في اتجاه مين؟ رد عليا. المتجه اي سي دي نقطة سي. المتجه اي سي هو 200 زاوية؟ مش هعرف احل واعرف اعمل اي حاجة. اعمل ايه؟ نقعد ندعي؟ هو الدعاء يشتغل؟ سيادتك بتفرض المحاور اكس وواي صح؟ بتفرض غريب الشيء. فسيادتك مش مديك الزاوية. فسيادتك هتفرض محاور مايلة. بس لازم تحترمها من أول المسألة لآخرها. أول مسألة لآخرها. فالمتجه اي سي. المتجه اي سي خارج من الاي رايح للسي. هو مش مديني زاوية عشان احللها في اتجاه الاكس بتاعنا العادي واتجاه الواي. مش مديني زاوية ولا مديني أي دلالة أعرف أجيبه في الاتجاهات الرئيسية اكس وواي. فقال لك سيادتك هتيجي تقابلك حاجة زي كده، انسى إنك تفرض المحاور يا باشمهندس، افرضها من الأول للآخر في نفس الاتجاهات. فاحنا دلوقتي هناخد محور اكس هو اللي مايل ومحور واي بالوضع ده. فرضت محاور مايل. فاصبح دلوقتي الاي سي بيساوي ايه يا باشمهندس؟ سالب حاجه في واي. الاي سي بيساوي ايه؟ سالب حاجه في واي. 2 من 10 اي ولا سالب 2 من 10 اي؟ سالب 2 من 10 اي.
ناقص اوميجا تربيع بي احنا جبناها بكام؟ 32.5 تربيع في 2/10 ار بس بالثابت. هضرب الكي في الاي ادي اي جي اي. هضرب الكي في الاي ادي الكي في الاي دي مين؟ جي. يبقى الاي سي هتساوي اي اي ناقص 2/10 الفا بي في اتجاه الجي ناقص 32.5 تربيع تربيع في 2/10 بس في اتجاه الاي امون. عندي المعادله دي يا باشمهندسين المعادله دي رقم 6. المعادله دي فيها كام مجهول يا باشمهندس يا بننت؟ المعادله دي فيها كام مجهول؟ ثلاث مجاهيل. ينفع؟ يبقى انا لازم اجيب مين؟ نجيب معادلات مساعده. فهل انا دلوقتي اقدر احسب العجله عند نقطه الدي عند نقطه الاي كانت واقعه على كام جسم؟ اثنين. واحد بيعمل حركه عامه واحد بيعمل حركه دورانيه. فاقدر احسب العجله عند نقطه الدي من الجسم اللي بيعمل حركه دورانيه اللي هو الجسم دي اي. من الجسم دي اي من الجسم دي اي العجلة عند نقطة الاي هتساوي الجسم بيتحرك حركة دورانية. مين يحل؟ باشمهندس السرق. ايهاب حلو. النقطة اي واقعة على جسم بيعمل حركة دورانية فالمعادلة بتاعتي الفا لمين؟ متجه الفا لمين؟ الدي اي. ضرب اتجاه ضرب اتجاه مين يا معلم؟ ايه؟ دي اي ماشي. دي اي ناقص اوميجا تربيع لمين؟ الدي اي في المتجه دي اي هيساوي الفا دي اي بكام؟ الفا دي اي بكام؟ 3 بس بالسالب سالب 3 كي دي هي الضرب الاتجاه المتجه دي اي 5/10 مين؟ 5/10 اي ناقص اوميجا تربيع ب 100 في 5/10 اي يبقى هيساوي كيف الاي بكام؟ بجي يبقى سالب 1.5 جي ناقص نص المية بخمسين كده العجلة عند نقطة دي اي واقدر احسب برضو العجلة عند نقطة السي واقدر احسب العجلة عند نقطة السي بس بمعلومية مين؟ الديسك مين؟ ديسك مين؟ العجلة عند نقطة السي العجلة عند نقطة السي هتساوي معلش أنا كده جبت مين بقى؟ الأي إي جبناها خلاص تمام؟ عايز أجيب الأي سي نجيب الأي سي إزاي؟ هو بقى من الأول ها نجيب الألفا الأول ها احنا لازم نجيب الاي سي الاول حلو كده عند نقطة السي عند نقطة السي يا باشمهندس انا مش بقول معلومة لله وللوطن لما كان عندي ترسين متماسين كانت بتتساوي ايه يا باشمهندس؟ العجلات والصراعات مالها؟ والعجله العموديه؟ لا مش متساوي ولا مقدار ولا اتجاه
اي جسم. تمام؟ فاقدر برضو اجيب السرعه عند نقطه، السرعه عند نقطه الاي سي المفروض هيبقى لها كام مركبه؟ اثنين. ايه هما الاثنين؟ واحده ايه تانجنت زائد ايه نورمال. تمام؟ فين هي التانجنت؟ التانجنت اتجاه لفوق او لتحت. ماشي؟ انا اقدر اجيب العجله التانجنت بدلاله الجسم الثاني عشان بتتساوى العجلات الممثيه. صح؟ العجله الممثيه بدلاله الجسم الثاني بكام؟ بزيرو. صح؟ عشان هي الفا في ار، الفا بكام؟ بزيرو. ار برقم بناتج زيرو. العجله العموديه هتساوي ايه؟ سكور على 4 وضرب. يبقى من هنا، من هنا بالمعادله دي، بالمعادله دي انا عندي الاي دي والاي ان. المركبه دي طلعت لي بكام؟ بزيرو. ليه؟ عشان بعد المحاضره هننسى. عشان جبنا علاقه، قلنا عند نقطة التماس بتتساوى العجلات الممسية والسرعة الممسية. صح؟ لما جيت حسبتها من الجسم الشمال طلع الـ AD بتساوي الزيرو. طب والـ AM؟ الـ AM طول عمره هيبقى في أي اتجاه يا باشمهندسين. تلاقيها مسك الكوب جاي خارج من النقطة رايح للمركز. هيبقى في اتجاه الموجب ولا السالب للآي؟ يبقى الناتج بتاع الكلام ده هيساوي A N بس في اتجاه مين؟ الآي. كل اللي أنا هعمله دلوقتي للمعادلة دي، المعادلة 7 والمعادلة 8 هعوض بيهم في مين؟ يبقى بالتعويض إيكويشنز 7 8 انتو 6 المعادله هيديني اي ام في اتجاه الار بتساوي سالب 1.5 سالب 50 اي ناقص 1.5 جي ناقص زائد 32.5 تربيع في 2/10 اي ناقص 2/10 الفا بي اتجاه الجي. يعني المسألة شكلها حلو. في المعادلة دي في كام مجهول؟ الـ AN والألفا. هساوي الدايركشن أي بالدايركشن أي. من هنا يبقى الـ AN بتساوي سالب 50 زائد 2/10 32.5 تربيع. في اتجاه الجي الجي الترم ده لو جي بزيرو هيساوي سالب 1.5 ناقص 2/10 الفا بي. كل ده لسه في السي. يبقى من المعادله ديت جت الاي ان هتساوي كام؟ من المعادله ديت اقدر اجيب الالفا بي هتساوي كام؟ نعم. هو في الاي سي ديت مش انا واخدينها من عند الديسك ايه؟ ما احنا قلنا انا جايب المعادله ديت مش دي الاي سي دي. انا بسال سؤال، انا جايب المعادله ديت للديسك ده صح؟ طيب قيمه العجله عند نقطه السي عشان المفروض يبقى لها كام مركبه؟ اثنين. صح؟ واحده تانجنت وواحده نورمال. احنا قلنا التانجنت عند نقطة التماس بتتساوى جسم اليمين والشمال، صح؟ فانا جيت حسبتها من الجسم الشمال لقيتها طلعت بصفر. من الجسم اليمين ماشي المفروض تتساوى عشان ما يحصلش كسر. نيجي لمركبة النورمال.
النورمال لا تتساوي. فما اجي احسبها احسبها للجسم اللي انا شغال عليه. انا عارف قيمتها؟ لا، بس انا عارف اتجاهها اللي هي هتبقى خارجه من النقطه رايحه نصف القطر. عشان كده تبقى في الاتجاه موجب ار. كل اللي انا عملته جبت معادله رقم 7 والمعادله رقم 8 وعوضت بيها في المعادله رقم 6. نعم. ماشي.